السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مزارع البيع في مصر بإدارة الأستاذ خالد منصور ومحمد عبد القادر وأنا ربيع المالكي. إحنا في وادي نطرون بنصور في قطعة أرض تقنين 60 فدان على 7 سنوات. الفدان للدولة 62 ألف على 7 سنوات. هنا تربة جيدة، تربة حمراء، محتاجة طبعا بير، طبعا أرض فاضية. افتح لها ملف، دي زراعة جنبها برتقال صيفي، تربة حمراء، تربة جيدة. معنا هنا شركة فيها أراضي تقنين وفيها قسط على سنة، بيع قسط على سنة أو 6 شهور زي ما تحبوا، والكمية والمساحة اللي انت عاوزينها. نفس قطعة الأرض ديت من 60 فدان أو من 50 فدان لغاية 300 400. كهرباء على راس الأرض في مكان مشهور، الزراعة هنا حوالينا كلها برتقال صيفي، شركات محتاجين بير ورسوم تنزل محول. وأول 60 فدان زي ما انتم شايفين، أول زراعة هناك وأول التبة العالية هناك دي. تربية حلوة على طريق وجهتين على طريق، هنا ملوحة المية 400 500. جميع الزراعات الحلويات والموالح والمحاصيل، قطعة أرض تربية حلوة 60 فدان. تربة حمراء طبعا 60 فدين، ما فيهمش اي شبكة، محتاجة طبعا بير، محول كهرباء. هنا سعر الفدان بيع 60 ألف للفدان و60 ألف للدولة على 7 سنوات. تنزل هنا تعمل اجراءات، تنزل محول عادي فيش تأخير يعني ولا حاجة. دي زراعة جنبيها،